بهدف تشجيع ودعم البحث في مجال التهيئة والتعمير وتكوين الطلبة وخريجي الجامعة وإبراز الكفاءات الشبانية التي تزخر بها ولاية ميلا، نظم المكتب الولائي للاتحاد الوطني الجزائري للشباب مسابقة لاختيار أحسن مخطط تهيئة لمدينة ميلا، حيث شارك أزيد من 20 متسابق من خريجي الجامعات والطلبة. المسابقة كانت برعاية والي الولاية وبالتنسيق مع قطاع الشباب والرياضة والمركز الجامعي مديرية التكوين المهني والتمهين. تغطية عياد الساسي. تهيئة لولاية ميلا كانت هناك أجواء جد مبهجة من طرف المنظمين وكذلك من طرف المتسابقين. لقد رأينا عدة مشاريع تسمح بتطوير الولاية وتقديم أفكار جديدة من الشباب، من طرف الشباب. كذلك من أجل الضغط من طرف الشاحنات والضغط على كل حال بصفة عامة، طرقنا الموضوع تاع المخطط كما نقولوا فيما يخص البون كما نقولوا جسر و سيتيرا كما نقول الطريق الاجتنابي من أجل تخفيف الضغط على الولاية. بالنسبة لهذه المسابقة اللي راها اللي نظمتها الاتحاد الوطني الجزائري للشباب الجزائري بصفة عضو من في لجنة التحكيم، راني شفت بلي كاينين دي زيتيديون ومام دي زارشيتاكت ودي زارميناجيست راهم قدموا عمل ممتاز. أمانة ولائية الاتحاد الوطني الجزائري للشباب ميلا قمنا بهذه المسابقة بتنظيم هذه المسابقة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة المركز الجامعي عبد الحفيظ بوصوف ميلا والمجلس الشعبي البلدي ميلا الديوان الوطني للتسيير العقاري مديرية التجهيزات العمومية. عدد المشاركين كانوا معتبر قدر 21 مشترك مهندسين خريجي جامعات وطلبة. كانت هناك روح تنافسية بين المتسابقين وكانت هناك مشاريع إبداعية التي قد تكون مجسدة وتفيد مدينة ميلا. المسابقة التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الولاية وذلك بمشاركة طلبة الجامعة وخريجي الجامعات في مجال التهيئة والتعمير الذين سيقدمون مخططات عن مختلف المواقع على مستوى الولاية والتي بحول الله تعالى ستؤخذ بعين الاعتبار لإعادة الاعتبار لمدينة ميلا.